هاتفيا معانا الدكتوره منار غانم المتنبئ الجوي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه دارين، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. زي ما قال همام، بدايه فصل الشتاء الرسمي يوم 21 ديسمبر، وكان اللي فات ده مجرد تجربه. عرفينا اكتر عن حاله الجو النهارده واليوم اليومين اللي جايين. احنا بالفعل اليوم هو بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر، بداية فصل الشتاء واللي هيستمر معانا لثلاث شهور قادمة بإذن الله. اليوم هنشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة مناطق الجمهورية بعد حالة عدم الاستقرار اللي احنا شهدناها أمس وأول أمس. طبعا التحسن في الأحوال الجوية ده هيكون لسه في استمرار لانخفاض درجات الحرارة، لكن فرص الأمطار هتنحصر فقط على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا، وهتكون طبعا أقل من اللي شاهدناها أمس وأول أمس. هتكون اليوم فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط، وكمان طبعا المناطق من شمال الدلتا زي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية. اليوم أيضا في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، الطقس بيكون خلال ساعات النهار من مائل للبرودة لبارد على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وأيضا كمان محافظات السواحل. يعني في ظل سطوع أشعة الشمس برضو هيظل الجو بارد؟ بالظبط، لأن لسه درجات الحرارة منخفضة، اليوم متوقع تكون 16 درجة مئوية، طبعا هو تحسن عن الأمس لكن درجات الحرارة بتظل منخفضة. طبعا كمان خلال ساعات الليل مع غياب أشعة الشمس ما زالت درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ، والطقس هيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، واللي هيوصل طبعا لحد الصقيع اللي درجة الحرارة فيها بتقل عن 5 درجات في وسط سيناء بإذن الله. طيب فرص سقوط أمطار على المدن الداخلية والقاهرة الكبرى؟ لا خالص، بتنعدم بقى ان شاء الله فرص سقوط الامطار على القاهره الكبرى، شمال الصعيد، جنوب الصعيد، حتى كمان مدن القناه خلال يعني اليوم وعلى في الايام القادمه باذن الله. طيب نصائح حضرتك بقى للمواطنين والاطفال في الفتره القادمه في مواجهه هذا البرد القارس، خاصه في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتاخره. طبعا تزامنا زي ما حضرتك قلتي مع بدايه فصل الشتاء، هو اهم نصيحه ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل. ايضا هنبدا نشهد ظهور الشبوره المائيه مره اخرى في الصباح الباكر، فاستدعى قائدي المركبات والمسافرين على الطرق طبعا اتباع كافه تعليمات المرور والقياده بتام على الطرق. كمان طبعا مع سقوط الامطار اللي هنشهده على السواحل الشماليه للبلاد، برضو القياده بهدوء تام على الطرق والابتعاد تماما عن اعمده الاناره واكشاك الكهرباء. ودايما النصيحه اللي احنا بنحب نوجهها للساده المواطنين، متابعه النشره الجويه قبل ما اخرج من بيتي، اتابع النشره الجويه واشوف حاله الجو ايه وابدا اتعامل مع الظروف الجويه المختلفه. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الافاده والتي تخص طقس يوم الثلاثاء.